الاشتغال ديالنا هو ان كنشتغلوا في اطار التوصيات ديال اللجنه التحضيريه، وحنا الان بصدد الاستعداد من اجل باش اننا نديروا الاجراءات اللي باش يمكن يكمل المؤتمر في وقته ونحترموا العجلات وداك الشيء. الان حنا كنناقشوا العضويه ديال المناضلين، كنناقشوا التاريخ ديال المناقشه ديال التقرير السياسي والتنظيمي الى اخره، باش نناقشوهم مع المناضلين في الجهات الى اخره، وبالتالي كنوجدوا كل يعني التقارير في كل تاريخ محدد، وحنا بصدد تقرير هذا المحضر هذا ونوقعوا ونوصلوا الاشغال ديالنا للمناضلين في الاقاليم. ايوا حقيقه سياق عام هو انه كان شي، وحنا في واحد الوضعيه اللي هي دابا ديال الاستثناء ديال الكوفيد 19، وكاين شويه ديال الصعوبه لانه كاين مشكل ديال المرض، واليوم راه كتشوف بانه هاد كوفيد 19 زاد كثر، وحنا كنحاولوا ما امكن يعني نحاولوا ناخذوا الصيغه اللي لائم واللي تحترم القانون على كل حال من كلا الجانبين، باش اننا ننجحوا المؤتمر ويكون يعني في واحد المستوى اللي يليق بالاتحادين والاتحاديات. والمنصات يعني باختصار منصات هي عادي تكون على مستوى الاقاليم، عادي نحاولوا يكون واحد من ناحيه اللوجيستيك، وانه خاص يكون واحد اللوجيستيك مزيان باش يمكن ان يشوفها الراي العام كله، المغاربه كلهم يشوفوا داك المداخلات والمناقشات والتصويت الى اخره. دونك هذا كيطلب واحد المجهود من الحزب اللي فعلا كنقولوا حنا على انه ممكن نحقوا هذه العمليه هذه بالمجهود اللي يمكن نديروا مع المؤسسات اللي يمكن لها تشتغل في هذه القضيه هذه، اللي يمكن تساعدنا باش يمكن نوصلوا لهذا المبتغى اللي هو يكون انه مؤتمر من عبر المنصات ولكن يعتبر على الصعيد الوطني وكل شيء كيشارك فيه. هذا هو زعما ونوصلوا للمغاربه بانها شنو كنديروا، هذا هو زعما الاساس. دونك معنا عندنا خصنا واحد الاجتهاد في هذه القضيه ديال المنصات، ليس بالسهل. وعلى كل حال حنا كنقولوا بانه راه غادي يمكن نجحوا فيه نظرا للطاقم اللي غادي يمكن نديروا اللي هو اللوجيستيكي الى اخره.